ميليشيا سحله. وراح اعطيك معلومه هاي لك يعني. حتى خاب على بالهم احنا خارج العراق، احنا بنصكم قاعدين نعرف شكو بطل. قبل ايام سحبوا الفوج الرئاسي، يمكن جنابك سمعت بها، واستولت قوه العصابة على المنطقه الخضراء. تعرف شلون حلت القضيه؟ شلون؟ تعرف شلون حلت القضيه؟ حلت عشائريا. عشيره رئيس الوزراء ارسلت انذار الى 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 قيس وكذا انه ابننا هذا يصير ايش عليه يمك. هاي مو دوله عزيز. هاي البارت الثاني ما اعرفه للامانه، ما حلت عشائري. لا شلون انسحبوا؟ شلون انسحبوا؟ سمعنا اكو تدخلات صارت الى انه من اطراف بس ما حلت عشائري. دولوا على المنطقه الخضراء وتم سحب الفوج الرئاسي ودخلوا هم وحركه، ولكن صار بها انذار عشائري انه هذا ابننا جوا يمك. تعرف شنو؟ فهذه المؤشرات هنا من يقعدون بواشنطن حتى لو يريدوا يدافعون عن هذا الحكم في العراق والحكومه، من يشوفون هاي المؤشرات وضعف الحكومه ورئيسها وتحوله من الشطر الاساسي اللي هو على اساس تبانى عليه الى شطر اخر، وحاط له كم مستشار ينظر له وكم وعده مستشار اعلامي خابر على الفضائيات، هذا لا يطلع وهذا لا يطوف، واذا تريد تعال اقعد يمنا هاي مقاوله مال ارصفه وطرق تدري بها جنابك، اشتروا نص الفضائيات بهاي الطريقه حتى يحضر نفسه للمرحله الانتخابيه، لان هاي حكومه انتخابيه اللي انا سميتها الحمل الكاذب. بس هسه لا، رجع لغى الحزب مالته وجمد المستشارين يتعلقون بالانتخابات، لان هو ما يعرف شو يسوي. هو اكو اوامر امريكيه، مو توجيهات، اكو اوامر امريكيه او اكو ضغوط من الميليشيات والعصابات اللي تحيط به واللي مشكله الائتلاف هذا.